So this event is the AUBH, or the American University of Bahrain International Day. This is our second time that we've done this, our second year. The intention here is to really provide an atmosphere where we can get different nationalities and different people to better understand each other, to enjoy each other's food and culture, and to appreciate each other. One thing that we value at the American University of Bahrain is to try and teach our students to be global-minded and international. Bahrain is always very good at this anyway, but we need to continue to sort of help the younger generation be more open, because we think that'll be good for Bahrain. احنا اليوم فخورين في الجامعة الأمريكية النسخة الثانية من AUBH International Day، وهو يوم التنوع الثقافي. هي فعالية احنا نسويها بشكل سنوي، الهدف منها تغطية مختلف الجنسيات اللي موجودة في الجامعة وفي البحرين. طبعا هذه الفعالية تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد للسنة الثانية على التوالي. هاي اكبر سنة عندنا فيها، سواء كانوا مونيتري سبونسرز او ميديا سبونسرز. فخورين بالإقبال، فخورين بالدول. عندنا 18 دولة مشاركة، 22 مطعم، الأرقام جدا حلوة، ومستانسين في الأجواء. شلون شايف الإقبال على بوث البحرين اللي أنت فيه؟ والله بوث البحرين الشوكليت مالنا خلص، يعني هاي دليل إن وايد وايد ناس جاوا على البوث. عندنا لايف فخر يسوونه قدامنا، عندنا قهوة وقدوع، والناس اللي لما يجون نسألهم أسئلة عن البحرين، وإذا جاوبهم نعطيهم ستام في الباسبورت مالهم. قاعد نشوف اليوم لابسة زي تقليدي، كلمينا أكثر عن هذا الزي. زين، أنا كنت مع البريد اللي سووه الأعلام واللبس الشعبي، فأنا كنت أي ريبريزنت البحرين يعني، ولأن البوث البحرين فقلت بلبس شيء شعبي. شلون شايفين الاقبال على القسم الفلسطيني في هذا المهرجان؟ ما شاء الله، يعني فلسطين في قلب كل شخص، فيعني الاقبال الحمد لله يعني مستمر، وبعدنا بالبداية، وان شاء الله بيكون احسن كمان.